لا تبخلوا علينا بزر الإعجاب واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد إن شاء الله. قال المتهم الرئيسي في قضية مقتل الطفل عدنان بوشوفة أنه قام باختطاف طفل الضحية من أجل المطالبة بالفدية ولم يغتصبه إطلاقا. وتابع المتهم عبد الله يوم الثلاثاء خلال جلسة محاكمته بمحكمة الاستئناف بطنجة قائلا: استدرجته واختطفته لأنني محتاج للمال ولم أغتصبه إطلاقا وأعتذر عن ذلك. التصريحات المثيرة للمتهمة لم تقف عند هذا الحد، بل زعم أن الطفل عدنان سقط على رأسه وتدحرج على سلم المنزل وفقد الوعي، مضيفا: أقول هذا الكلام لوالديه وللشعب المغربي ليرتاح ضميري. ويتابع المتهم بجناية قتل العمدة مع سبق الإصرار والترصد الذي سبقته جناية تغرير بقاصرة يقل عمره عن 12 سنة، واستدراجه واحتجازه وهيئة كعرة قاصر بالعنف، والاحتجاز المقرون بطلب فدية والتمثيل بجثة وإخفاؤها وتلويسها ودفنها خفية، في حين يواجه شركائه تهم التستر على الجريمة. نشكركم على حسن المتابعة.